لكن الريسك اعلى واحد فيه اللي هو في كم 10 او 20. Seventeen-year-old man is reviewed in immunology outpatient. He has been referred by his general practitioner with recurrent stereotyped attacks of generalized swelling and abdominal pain. There is no history of pruritus. A family member has similar condition. Examination at that time of review is unremarkable. Given the likely diagnosis, which blood test is most widely used as a screening test between attacks to aid the diagnosis. دي هيرديتري انجيوديما ولا شنو؟ ايوه مش طب عايز الحظ. التست اللي بيعمل سي 4 سي 4 شفت لما يقول لك بتوين اتاك دي طوال انجيوديما انا 4 سي 4 مرات صرت السؤال زادها بتوديك لل الإجابة أيوة. للحاجة لو تلخبطي الدياجنوز سي 4 سي 4 بتوين اتاك ما هو داير بتوين اتاك ما داير ديوريال اتاك ديوريال اتاك بتكون سي 1 انديميتر كله بتكون ده ايوه عنده شنو ده يا هيرديتري انجي نيوريتيك انيما ده الهيرديتري انجي هيرديتري انجي نيوريتيك اللي بيجيب بنفخ ده سوالين ده ما في اي سي 1 انديميتر ايوه لكن هو داير ديوريال اتاك اما هو ده داير سكرينينج الحاجه دي الاتاك بتوين الاتاك فانا قريب لل لل للاس ال اي ايوه كومبلمنت طيب الهيرديتري قال انجيوديميا سي 4 قال لك از ذا تيست سكرينينج تيست ان بتوين شنو ان بتوين اتاك يعني دارت تشوف ان بتوين اتاك شوف السي 4 السي 4 قال لك ذا بيشن بريزنت ويز ريكيرنت ستيريوتيبيكال اتاك ستيريوتايب اتاك of the generalized swelling abdominal pain associated with family history of you know, of similar condition. This suggestive tag قال لك patient عنده hereditary angioedema. و C4 قال لك is, you know, is the most common use test to screen قال لك for this condition between the attack. It is قال لك typically low between the attack. يعني C4. بالنسبة لل C1 inhibitor قال لك is typically low during an attack and condition can be measured during an acute. بالنسبه للC2 قال is low between the attack but you know but not widely قال لك use as screening for hereditary angioedema. بالنسبه للC3 قال لك ineffective تماما. التريبتيز قال لك can be used to diagnose you know of anaphylaxis. If قال لك requested early after you know after the event has taken place. However قال لك recurrent stereotype episode of edema and abdominal pain are, you know, are not consistent you know, with anaphylaxis. تكلم عن الهيرديتري انجيوديما هي عبارة عن autosomal dominant condition associated مع low level بتاع CA inhibitor. كويس؟ ال CA inhibitor عبارة عن multifactorial gas serine protease inhibitor which is probable mechanism behind attack is uncontrolled release of bradykinin. يعني البرادكينين تم إفرازه نتيجة حاجات دي عمل لنا تيشو إديما هو شنو سبب الموضوع بتاعه والمشكلة إنه الـ CNA inhibitor ده شنو طبعا طيب الـ investigation بيشوف الـ C1 inhibitor during an attack وبيشوف الـ C2 والـ C4 يعني شنو between an attack لكن الـ C4 هي more لا يكون more specific السيمتوم الشباب ديل بيجوا بيسمكم بتاع بين كل ماكل الراش كويس يكون عندهم اتاك قال مي بي بروسيد باي ديفول ماكينا راش يكون عندهم بين ليس ذان بيوريتيك سويلينج سب كيوتينس ليفوز تيشو بي افكت الابر اير واي والسكين والابدومين اورجان قال لك كان اوكي دي بريزنت ويز ابدومين بين ديو تو شو فيزر ايديما يكون عندهم ارتكاريا قال از نوت يوشولي فيتشر في حالات الاكيوت قال لك الهاي في هو الهيتري عندي والديما دي قال دو نوت ريسبوند للادرينالين او الهيستامين الجلوكورتيزون فبالتالي تقوم تدي شنو؟ تدي البيشن اللي هو سي 1 انهبيتر كونسنتريت اي في او تديه فريش فروزن بلازما اذا كان ما لقيت شنو السي 1 انهبيتر كونسنتريت في حالات البروفلاكسيس ممكن تدي قال انابوليك ستيرويد اللي هو شنو؟ دانازول قال ميخل الانابوليك ستيرويد دي
شباب دي مش هي بتاعت التستوستيرون والحاجات زي دي؟ ايوه بعملوا بقى العضلات، وهنا هي بتفيدوا نفسها اللي استعملوها بتفيدوا في شنو دي؟ استعملوها. ها بتفيدوا في شنو؟ إذا كان تستوي في المقام أنا بعد. بتعمل البودي بيلدينج، بتعمل البودي بيلدينج وبتقلل وبتخرب لك الهرمونز، هيبقى التستوستيرون لو ويبقى عندهم عضلات بس. لا بعنيك في ناس الانجي دي منين ها هتعمل شنو اليوم؟ هتقلل، هتأثر على الراديكالين شكلها شكلها ايوه شكلها عندها اكشن في الهناي في البراديكاينين ده. ما هي الباثوفيزيولوجي في البراديكاينين، بكون عندك زياده في البراديكاينين، شكله عندها دور بتقلله، بتعمل نفس شغل السي 1 سي السي انهبيتر ده. ميكانيزم اوف اكشن يا شباب. طيب لك توم از 45 يير اولد مان هو هاز with new onset urinary retention over the past 8 hours. He was previously diagnosed with non-Hodgkin lymphoma and is currently undergoing chemotherapy treatment for this. He notes that prior to this, his urine had a red three-way catheter was inserted and bloodstained urine with clots was seen within the catheter bag. Urine analysis shows significant blood, but no leukocyte or nitrates were seen. Cystoscopy performed did not show any masses and biopsies taken did not show any malignancy. It was felt that this was likely side effect of one of these chemotherapy agents. Cyclophosphamide. Cyclophosphamide. أيوة cyclophosphamide. داير اللي قال لكم بيشتغل كيف؟ كروس لينكينج دي ان اي. أيوة برومات كروس لينكينج دي ان اي. كروس لينكينج دي ان اي. ها شباب نراجعهم سريع سريع. الانهيبيت الدي ان اي توبي ايسوميريز 2 دمنو دوكسي روبوسيه. اها انهيبيت المايكرو تبيول فورميشن دمنو كريستين كيفين كريستين البايرميدين انالوج ده الاول ذاك اسمه كلوريوسيل 5 طيب يا جماعة السايكروسمايد كان تعمل الهوست لينك في الدي ان اي البيشن اللي عندهم نون هوستنج ليمفوما. They are being manipulated with chemotherapy اللي هو بيسموه الار شوب. الار شوب كونسيست بريتكسوماب وسايكلوفوسفامايد ودوكسيروبوسين وفينكريستين وبريدستيرون. جاب لكم السايد افكت بتاع الاكشن بتاعهم. Even got the negative cystoscopy and the really deep stick is likely a leg hematuria caused by shinobi hemorrhagic cystitis. This is like the preventive side effect of cyclophosphamide. Cyclophosphamide function like as a dilating agent, promoter cross linking the DNA, inhibitor microtubule formation is the mechanism of the drug, such as the vincristine. An inhibition of topoisomerase 2 and the DARA synthesis. قال لك شنو اوكي شنو هي ده شنو الثراكسين اللي هو الدوكسيروبيسين. الريتوكسيماب اكزامبل كان اوف مونوكلور انتي بودي اجونست شنو اجونست السي دي 20. البايراميدين انالوج هو عباره عن 5 فلوريسين زي انديكيت قال لك سيل سايكل اريست اوف دوزيس باي شنو باي بلوكينج السايمدين سينثيسيس. ذيس قال لك شنو نوت كامولي يوز ذا فيري ميثود اوف نون هيرشين ميثود. What's appropriate? What initial management for this patient? 66-year-old present male present to the emergency department with a fever in his lower limbs. He has recently recovered from an upper respiratory tract infection 3 weeks ago. He has no past medical history of note and is not taking any medication. On examination, you find widespread fine pituitary over the lower limbs and a large bruise over his right knee. The patient reports this occurred when his knees hit his knee while he's getting out of the car. There is no evidence of active bleeding. الobservation the blood pressure normal, the heart rate 91 normal, temperature okay, saturation 95 on air, hemoglobin low,
بليتليت لو دبليو بي سيز اوكي صوديوم بوتاسيوم يوريا كرياتينين كلهم كويسين سي ار بي هاي بريفرال بلاد فيلم قال لك في ترو ثرومبوسايتوبينيا ويز نو ايفيدنس اوف مايلو ديسبليزيا وحاليا ما عنده حاجه غير غير اسمه شنو ثرومبوسايتو اسمه شنو اوبزرفيشن الثمانية دي هي ثمانية بس السعموش ثمانية هاي هاي او برضو اي حاجة إذا كان لك الفيرس لايف تريتمنت فور اي تي بي طيب قال انه this patient قال has present with typical history of immunothrombocytopenia which قال لك has been precipitated by the recent upper respiratory tract infection ده السبب بتاعها the patient قال لك hemodynamic stable without any significant active bleeding generally قال لك asymptomatic patient does not require active treatment however قال لك why قال لك the platelet count fall below 30,000 treatment قال لك is usually indicated due to risk of bleeding once the platelet count fall to this level تمام رغم ان الزول ده الان بقى اقل من 30 the general guide treatment principle for as follow in this adult قال البريزنتيشن إذا كان البيشن داير emergency treatment life threatening or organ threatening bleeding ففي الحالة دي يعمل platelet transfusion ودي IV methyl bridazolone and شنو and intravenous immunoglobulin تجديك بشنو life threatening فديو platelet transfusion IV methyl bridazolone وديو intravenous immunoglobulin طيب البيشن الجايك بالplatelet count تحت أكثر من 30,000 عمل له observation بس ما محتاج أي شيء والبيشن الجاي بأقل من 30,000 هديه أورال بريدسول يعني شباب الآن هديك أقل من 30,000 أورال بريدسول لكن ما يكون عنده شنو؟ ما يكون عنده مسألة بتاع شنو؟ بتاع التليفون كويس؟ اللي جايك بأكثر من 30 ده القطر فقط أوبزرفيشن اللي جايك في الإميرجنس ولايف تريتنج وعنده أورجان تريتنج في الحالة دي ممكن تديه بليتليت ترانسفيوجن وتديه أي بي بريد ميثايل بريدسولون وإنترافينوس كيرون الانترافينوس اميونوجلوبين قال لك يوز تريتمنت اوف اسمها شنو اي تي بي او قال لك يوز ات وود بي قال لك بريسيبيتد اس تو ذا فيرست لاين تريتمنت الانترافينوس اميونوجلوبين اس تي قال لك ديتيد واي قال لك زي سابين قال لك فور ريسبونس بيشنت ثيرابي اور قال لك زي ار شنو زي ار كونتر انديكيشن فور ستيرويد ثيرابي انترافينوس ليسايد بريدسولون از يوز ان ذا تريتمنت فور اي تي بي هاو ذا بيشنت قال لك is this is tramside is giving the dynamic is stable and can take shiro medication orally initial therapy galek the oral prednisolone should be considered therefore galek in the first instance observation galek would be considered اذا كان platelet count galek اكثر من 30 ما في حاجه at the first line treatment however in this circumstances platelet is سواء على 8000 and the patient galek risk severe bleeding with the current platelet count oral prednisolone the correct answer and this is connected due to the fact of the patient that is hemodynamically stable and the platelet count should be low below 30,000 طيب قول قال لك platelet are avoided in the ITB unless قال لك patient suffering from life threatening لانه حاجه دي يعني حريقه ثانيه ما حيفضل ثاني شيء حتكون شغال شنو تنفخ في جيبه مبدئيا طيب الITB قلنا هي immune mediated immune-mediated reduction في platelet count and for this قال are directly against the glycoprotein 2 و 3 وكذلك ال IV والخمسة والتسعة طيب complex children قال with ITB usually put into an acute thrombocytopenia that may follow شنو الinfection أو الvaccination زي ما البيشن ده عمره 14 سنة ولا ده كبير صح ده كبير لكن الاطفال دائما لازم مع الانفكشن او الفاكسينيشن بيجيبوا الحته بتاع شنو فروت ثرومبوسايت اما الاضل بيكون دائما عنده كرونيك كونديشن طيب الاضل قلنا كامونر في الاولدر فيميل دائما والبريزنتيشن بتاعته بيكون قال ديتكتيف اكسيدنت يعني ممكن اثناء الروتين بلط
البيشنت ممكن يجيك بيبر ولا تيشي ولا حاجه زي دي بليدنج الستاكسيس كاباستروك بليدنج تصل لحد تركيه بليدنج، لكن ممكن في كل الاحوال شنو انك بتكتشف الانفستيجيشن تعمل كل بلاد كاونت تلقى ريسوم مساكين وتعمل بلاد كلين وتعمل بون مارو اكزامينيشن وما مستخدم الان. الانتي بليتلت انتي بودي تيستي برضه انت ممكن تشوفها اذا كان هاز قال لك بول سنسيتيفيتي لكن داز نوت افكت الكلينيكال مانجمنت. المانجمنت الفيرست لاين تريتمنت هو الاورال بريدنسيرون زي ما شفنا بالذات للبيشن اللي عنده شنو بليتلت اقل من 30 وستيبل. البول نورمال قال هيومن يونت من جرين ميدي قال لك يوز if it is the left trial it is raised the platelet weaker than the sterol ده بالذات اذا كان البيشن بيكشن في لايف سيريكلي الحاله دي بدل الميونوجلوبولين ومعاه شنو معاه الميتايل في السيرول تمام. اسبيرينوكتين قال لك الان ما مستخدمه وفي حاجه اسمها اديب السندروم عباره عن اي بي اسوشيتد Which one of the following causes of primary immune deficiency is due to defect in B cell function? The Ujjayi syndrome, Chediak Higashi, common variable, chronic granulomatous disease, or Lewis Scott and Come on, come on. ABC. Come on, come on. الـ ABC الـ common الـ ABC صح؟ common هو الـ common والـ combine combine دي معنا تلمين الاثنين common دي مع الـ B ايوه ما تطلقوا البروتون والـ A ناكي سمروه طيب قال الـ primary immune deficiency نمر عليها قبل نتذكر فيها حاجة من كلام مبارح عندنا بنقسمها للنيوتروفيل ديسوردر وبي وبي ديسوردر وتي ديسوردر وكومبايند يعني مع بعض بي اند تي كويس. نجي للنيوتروفيل حاجه خاصه بالنيوتروفيل مشاكل في النيوتروفيل شغل النقيف ده حدا ايوه المشاكل في النيوتروفيل عندنا الكروميك جرانيولوماس سيديس وده بيكون عندهم لاك في النات النات بي اتش. لما يكون في لاك في النات بي اتش قال اوكسيديز ريديوس الابيليتي والفاجوسايت شنو تو ريديوس شنو رياكتيف اوكسجين سبيشيز. فالناس دي بيكون عندهم ريكيرنت باكتيريال نيمونيا بيكون عندهم ابسس سبيشالي بينضربوا بحاجه اسمها شنو الستافيلوكوكس اوريس والفانجاين سبارجيلاس والنيجاتيف نايترو بلو تيترو زوليوم وكل عندهم abnormal dihydro dihydrorodamine كلمة دي من نبيس والفلوسايتيميتريتس هيدرمين فلوسايتيميتريتس إذا ده الناس الكرونيك جرانيولوماتيك تصير كل عندهم مشكلة في النات بي اتش اوكسيديز انهبيتر ده بيسبب لنا في ريكاز نيمونيا بالذات بالستافيلوكوكس اللي هي الكاتاليز بوزيتيف والاسبايروجيلاس وكل عندهم حاجة نجد نايتر فيول حاجات دي. نجي بعد ذاك الحاجة الثانية في الفيل اللي هي شنو الشيداكي الشيدك الشيدك هيغاشي سندروم الشيدكي زاد هيغاشي كوندروم ديل في المايكرو تبيول برورمايزيشن ديفيك ده بيعمل لك شنو بيعمل ديكريز للفاغوسايتوزيس يعني المسألة كلها هنا نيوتروفيل فاغوسايتوزيس حاجات دي. بالتالي طالما في مشكله في الفاجوسايتوزيس الشباب دي بيكون عندهم قاشره بيكون عندهم ريكيرنت باكتيريال انفكشن وبيكون عندهم جيند جرانيول ان نيوتروفيل اشنو اند بليتلت تمام جيند جرانيول في النيوتروفيل والبليتلت. قال لك بيكون عندهم الافكتد جدا بيكون عندهم البينز. نجي للحاجه الثالثه اذا ده الثلاثه سي سي والثالثه ال ليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي. لما يكون عندك مشكلة بتاعت ليوكوسايت ديفيشنسي الديتكت ده قال لك LFA1 انتجرون اللي هو CD18 بيعمل بروتين اون ذا ريتيك البيشن برضه نيوتروفيل معناها مشكلة بتاعت ريكيرنت باكتيريال انفكشن يكون عندهم ديلي في الامبلايكال فورس سلاجينج قال لي دي قال لك سيدي ذا اسيتس شنو اوف يور فيل بس اد شنو اد ذا سايت اوف شنو of infection. طيب نجي بعد ذلك لشنو للبي
البي دي اللي هي بيسميها اي بي سي ولا شنو اي بي سي، اللي هو فيها الاميونوجلوبولين السلكت اميونوجلوبولين، وفيها البروتون الاكس لينك كونجنتال اي جاما جلوبولينيميا، وفيها الكومون فاريبل. الكومون فاريبل دي قال لك الديتكت ماني باري فورس، الشباب دي بيكون عندهم لو انتيبودي ليفل سبيسيفيكلي الاميونوجلوبولين، وفي الاميونوجلوبولين عندك الاي بي اي والاي جي ام والاي جي اي. طالما عندهم المشاكل دي ضاربه حيكون عندهم ريكيرنت تشست انفكشن، ومي اوسو بريديسبوز شنو في اوتو ايمون ديسوردر. هذه الفورم تجي بعد ذاك للبروتون. البروتون ده شنو مشكلته؟ قال ديتكت شنو في البروتون تايروسين كاينيز اللي هو بي تي كي اي، ده قال لك ليد تو شنو تو سيفير بلوك شنو في البي سيل اند ديفلوبمنت. الشباب ده بيكون عندهم اكس ليتيف ريسيسيف ريكيرنت بكتيريا انفكشن. R C galactic in the absence of T cell with reduced immunoglobulin option of all classes. تمام؟ طيب ال selective IgA اللي يلا تكون عندهم قاعد شنو maturation defect في B cell. B cell ما يحصل لها maturation. Most galactic common primary antibody deficiency ده وده كثير جدا. بيجوا بيكون sinusitis respiratory infection. وقلنا عندهم حاجة انهم associated with celiac disease. وكل عندهم شنو فورم سنيجاتيف سيليك انتيبودي فورم نيجاتيف سي. من الحاجات المشاكل بتاعتهم بيعملوا سي في رياكشن في الترانسفيوجن مي اوكي، لانه كل عندهم انتي اي جي اي انتيبودي، لان اصلا الاي جي اي ما عندهم يكون عملوا انتيبودي. بالتالي مجرد ما نديهم الترانسفيوجن تحرك الانتي اي جي اي ده وبيعمل مشاكل لما نيجي اي جي اي جديد في الجسم يدخل البيشنت في انافلاكسيس. طيب نجي لمجموعة التيسل. التيسل فيها الدايجوج، والدايجوج ده عبارة عن عين في الكروموسوم 22-11 نتيجة لفيريا to develop cell and pharyngeal function. كويس؟ بيحصل فيريا to develop the latest cell and pharyngeal function. قال لك it's common feature include a patient with the congenital heart disease for endogenous technology for عندهم دين بيكتابيز وهايبوكالسيميا وكارت باير وبكتيريال فانجل ديزيز، وكل عندهم كليكتيف. طيب نجي للكومباين. الكومباين معناها شنو؟ بي وفي. الكومباين دي فيها شنو؟ فيها اربع حاجات. فيها السوبر اي دي ام سندروم، الهايدر اي دي ام سندروم، وفيها الويست ادريش، والاتاكس في الميكتيزيا والسيفير كومباين شنو؟ السيفير كومباين دي فيه قال لك ذي ار ماني باري شنو فور موست كومن شنو؟ يوجد شنو كامون شنو قامة كين البروتين قال لك يوز in the receptor of interleukin 2 and other شنو interleukin. طيب other قال لك cause include adenosine and demyelination deficiency. الشباب ديل بيجو بيجو كانت infection للفيروس بكتيريا فنجاي كل شيء مبروك reduce the T-cell receptor excision circle استم سيل ترانسبلانتين ما بيش سيل. الشباب دي لازم تتجهوا استم سيل ترانسبلانتين. المجموعة الثانية هي التاكسيك تلميكتيزة دي الديفكشن في الدين اي ريبيرين داني، هي عبارة عن اتصومة الاساسي والفينشن بتاعاته بيجي بسيبر الاتاكسي وتلميكتيزة بكوز سبايدر كل عندهم ريكارن تيست انفكشن و 10% of the patient they develop malignancy or early. طيب نجي للواسط. الواسط اللي هو الويسكيت شنو الويسكيت البريش سندروم عيب في بتاع الواسط عبارة عن اكسلنتي ريسيسيف. الفيتشر بتاعته بيجي بريكارن بكتيريا انفكشن ويكزيما بريكارن بكتيريا انفكشن ويكزيما وثرومبوسايتي ولو ليفل شنو بتاع الاي جي ان انكريز جال ريسك بتاع الاوتو ايمون ديسوردر امريجنسي وهايبر اي جي ان سندروم. ده الاخير بيتيشن قال في السي دي 4 40 البيشن بيجي بانفكشن ونيوموسايتس نيوموسايتس نيمونيا وكل عنده هيبتايتس ودايريا. دايجنوزيس وات از موست لايكلي دايجنوزيس 76 years old woman has presented to emergency department due to resistant polydipsia and back pain for 2 months duration. She says she feels dehydrated, breathless, and her hands hurt in the cold winter air. She has a past medical history of monoclonal gammopathy of undetermined significance. Furthermore, the dermatological presumed she has
vascular vertebra on her lower limbs. On examination, her hand is initially blue, they then become pale and finally red and painful. Renoid division. طيب blood, hemoglobin low, platelet normal, WBC, sodium, potassium, coenzyme, calcium high, 3.1, urea high, creatinine high, CRP 28 high. What is the most likely diagnosis? Taiwan did the TGB, right? Not. Triglobinemia, one. Triglobinemia. لا فيها الرينوت، فيها الرينوت، هو بس هنا الحاجة الوحيدة المفرقة من الباقيين. بيكون عندهم IgG و IgA. الكالسيوم. جودوا يا قدح الله عليكم كلمتين ثلاثة كان بلحق معاكم. طيب رينود الرينود هي عبارة عن تايب 1 الأولى بيقولوا عنها شنو دقيقة تبي تكون مونوكلونال والتايب 2 تبي تكون مونوكلونال بيكون فيها اي جي جي واي جي اي نفس بتاعتي بتايب سي يا شباب نفس بتاعتي بتايب سي ذاتها هيباتايتس سي ميكسد تو لكن ميكسد اللي هي بيكون معاها روماتويد فاكتور ايوه تايب 3 دي برضه روماتويد فاكتور بتكون بس بلوكلونال ودي ميكس تايب 2 والاولى دي بتكون بس مونوكلونال مونوكلونال هي اي جي جي اي جي اي يعني الموضوع ده مرض عديل انا كنت قايل انه مجرد صايد احتفل حق تايب سي موضوع كبير طيب شوف طيب تايب 1 كرايو البيونيميا از ا كوريكت انسر ذيس قال لك بيكوز قال لك ذا بيشنت هاز بيزيت تو ذا كلاسيكال سيمبتوم اسوشييت وذ شنو with multiple myeloma. So it's a patient with the classical symptom associated with multiple myeloma. Old collection crab, old crab myelomic. Patient become old, from 65 سنة, become into hypercalcemia, become into abdominal pain, become into dehydration, renal failure, or anemia, and bone pain issue in her back. يعني عبارة عن شنو? Old crab. Old, 65 مرة وما فوق. كويس هايبركالسيميا ابدومينال بين دي هايدريشن رينال فيليا انيميا اشنو ابوم بين قبل قال لك ويز سكندري اوف ميلوز ايفيدنس قال لك باي ذا هاند سيمبتومز ساين بين قال لك انديكيتيف اوف ذا شنو اوف ذا كرايبروبينيميا ويتش قال لك بريسيبيتيت شنو ادا كورت انبريشن تايب 1 قال لك از اونلي كرايو البيونيميا ذات ريزن with the renal and are the most like, strongly associated with multiple myeloma out of three types. تمام؟ Director 1 renal. طيب cryoglobulinemia type 2 is a correct. It's present with, you know, with vascular fibra, asphagia, renal impairment, but not renal. Moreover, these types are not medically associated with multiple myeloma. Type 3 cryoglobulinemia. Is incorrect. It's presented as with the above symptoms described in type 2 and but not شنو not very long and the not associated with a myeloma. The primary node is incorrect option because galactic is underlying past physiology. The patient before induction of multiple myeloma. Precipitating surplus immunoglobulin. At low temperature and cause of shiro, occlusion of small capillary in the hand and leading shiro, to fever. SLE is incorrect. As the symptom galactic fit test with a diagnosis of multiple myeloma, even galactic through the SLE can, shiro, can be resented with shiro, with renal phenomena, with renal and renal shiro impairment and not shiro, typically cause shiro, cause fiber cancer. And we'll talk about cryoglobulinemia. Cryoglobulinemia, galactic immunoglobulin, which undergo reversible precipitation at 4 degrees Celsius. كويس؟ قال بيحصل له ديسول and warm to 37 degrees Celsius. One set of cases are IDBC. شباب ال 4 سلسياس دي هل هي اقل من درجه حراره الجسم دي اقل من 4 درجات
درجة حرارة 4. يلا طيب بيحصل من بريسيبيتيشن. الأمين الكلام ده امبارح نحن قريناه في الكور.